متابعينا الكرام، السلام عليكم. جميعنا سأل نفسه أكثر من مرة عن سبب ملء أكياس البطاطا المقرمشة بالهواء، ولماذا يكون الكيس كبيراً جداً ومنتفخاً وكمية الشيبسي صغيرة في قاع الكيس. جميعنا أرجعنا ذلك لأهداف الربحية، وربما هذا جزء من الأمر بالفعل، لكن في الحقيقة تلك الأكياس لا تحتوي على الهواء بل على غاز النيتروجين. أما السبب فيكمن في ضرورة الحفاظ على طعم المنتج وإطالة عمره. يمكنك أن تفهم ذلك بشكل مبسط أكثر حين تفتح كيس البطاطا المقرمشة وتتركه فترة معرضاً للهواء، فبعد دقائق معدودة ستجد أن المنتج فقد قرمشته وأصبح طرياً نسبياً. يكمن التفسير الوحيد هنا في أن الأكسجين يتفاعل مع البطاطا المقلية فتصبح غير مقرمشة، لذلك يتم بكل بساطة وضع نيتروجين داخل الكيس ليحل مكان الهواء الطبيعي لأنه لا يتفاعل مع الطعام، وبهذا تحافظ رقائق البطاطا المقرمشة على حيويتها ونكهتها لأطول فترة ممكنة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة الموسوعة هل تعلم، نرجو منكم الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة الحلقات السابقة والاشتراك في باقي قنواتنا، وشكرا لكم على طيب المشاهدة.